في موسي كاتاستروفيك، ولينا نعيشوا في حالة رعب. الواحد السبعة نتاع العشية ما عادش نجم يخرج حتى في بلاده، الواحد ما عادش نجم يعيش في بلاصة كي من هكا. في موسي كاتاستروفيك. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للمجيء أن ينجلي. الشعب مع الأمن، الشعب مع الأمن، الشعب مع الأمن. أنا بطالة. هذه سوسة، ما تأثير على السياحة. سوسة قطب سياحي، 131 وحدة سياحية من جملة 800 وحدة سياحية. القطب السياحي في سوسة يتحمل 20 ألف موطن شغل، ويساهم مساهمة إيجابية وكبيرة في السياحة وفي الاقتصاد التونسي. هذه حاجة ملحة، اليوم حاجة ملحة باش بلادنا توقف مع بعضها، يد واحدة ضد الإرهاب وضد الفوضى، من أجل تدعيم الحوار، من أجل الحوار، من أجل إنجاح الحوار. كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في تونس. احنا في سوسة عمرها ولا دخلت لنا الحاجات هذه، عمرنا ولا شفنا. عمرنا في عهد الزين الذبان الأزرق ما يتعداش. من هنا من قدام رياض بارا، ما أنا خدمت في التوريزم قداش من سنة. الشيء اللي ريته توا ما عمري لا ريته. حوايج كيما هذه ما تحت تأثير على السياحة في تونس. بيان سير، احنا توا وقفت خدمتنا. صحيح ما عادش باش ناكلوا احنا، ما عادش باش نشربوا. صحيح يعني عندي بنتي راني فيها تو، صحيح نخدم في التوريزم عزيزي. احنا نصر شارع ربي، البلاد ما توضح الا بشارع ربي. من احكم بغير ما انزل الله، الفاسقون والظالمون والكافرون. نحن نطالبوا بشارع ربي، هذاك السبب. لا ديمقراطيه لا علم، هذه امور سياسيه قاعدين يلعبوا في لعبه كبيره، والضحيه هو الشعب. واضح، مسؤول الحاكم والوزير والرئيس الكل والغرب والمنظومة الغربية هي اللي قاعدة تفسد الاقتصاد تاع البلاد. كل يودي المسؤولين نعطيها للبلاد، للحاكم، للرئيس، للوزراء، للكل على البلاد هذه. فما تآمر خارجية على البلاد هذه. ورانا ماناش باش نملوا، ورانا باش نخسرنا. يا ناري على تونس، يا ناري مع السداد، مع السداد ضمن عالم. والله انا بيرسونيلمون تصدمت من الوضع، وصدمت اكثر شيء من الفازة اللي صارت. يعني هي اصلا تكسيره للسياحه ككل، واحنا كطلبه يعني نقراو في لاستيتيو سوبيريور القنطاوي تصدمنا الكل يعني. اما انا ديت مازلت متفائله الحمد لله، مازال تونس برجالها ان شاء الله ربي يستر. وكها يعطيك الصحه. انا غالب فر حفرة سوا انا تلم في البش تصور سوا تلم في البش شنوش نخدمو احنا طبعا بعض ها؟ هذا ما نخدمو.